ليست لندن ولا أخواتها. هذه بيج بن الصغرى اليمنية التي شيدت على مرتفع جبلي صغير في مديرية التواهي عام 1890، وأطلق عليه ليتل بن تيمنا بالساعة الشهيرة في عاصمة الضباب. يطل البرج على ميناء عدن، وبني بإشراف مهندسين بريطانيين، واستخدم في بنائه الحجر الأسود المقاوم للملوحة والإسمنت الحجري. يبلغ قطر البرج الذي مضى على بنائه أكثر من 131 عاما نحو متر من الجهات الأربع، وعرضه مترا ونصف المتر، وارتفاعه 22 مترا، وبداخله سلم حديدي حلزوني يمتد حتى الأعلى، حيث وضعت الساعة لتطل على البحر مباشرة وعلى منطقة التواهي التي كانت مركزا للحاكم البريطاني. الساعة كانت تصدر صوت رنين قويا عند نهاية دورانها كل 60 دقيقة، ويتردد صداه في أرجاء المدينة لا سيما في المساء حين يخيم الصمت. مع مر السنين تعرض المبنى للإهمال، فتوقفت الساعة في النصف الثاني من الستينات، لكن هناك رأيا يقول إن الجبهة القومية التي تسلمت السلطة في الجنوب عقب خروج بريطانيا الاستعمارية تعمدت إيقافها على توقيت مغادرة آخر جندي بريطاني لعدن في 30 نوفمبر عام 1967. وأنت تتجول في الأحياء القديمة في عدن بإمكانك أن تلاحظ بقية المباني التي بنيت على الطراز الإنجليزي وبوابة الميناء والكنائس، كما أنك تسمع من كبار السن حنينهم إلى تلك الفترة. في فبراير 2012 عادت بيج بن الصغرى للعمل بعد أن أعيدت صيانتها بمساعدة بريطانية، حيث تم استيراد مكوناتها من شركة بريطانية، غير أن التوسع العشوائي في البناء يجعل من الصعب رؤيتها من أي مكان مثل ما كانت في السابق.